الغالي، لكن يحط رجله على الخط وترجع اذا في هجمه قواوي اذا ياخذ الكره. هذه كانت سهله نسبيا. اسامه الرميكي فوق او يتصدى لها الحارس، يتصدى لها حمزه بالريش اذا، او خروج لاعب دايره ثاني يكون اكثر راحه ريان زريات وينجح اذا في تسجيل الهدف ويرجع بسرعه. اسامه الرميكي ومره اخرى يتصدى حمزه بالريش. 3-2 كانت سريعة الكرة. خروج لاعبي الأجنحة وديبار ديليي وعصام رزيق أمامه إذا ريان عطية اللي تحصل على 9 أمتار. هنا كما قلت ثم ديبار ديليي من معز بكري قابلوا بلوكاج دي بلوكاج بالنسبة لريان عطية، استلام جيد للكرة هنا يعوض رامي حمام. بالنسبة لريقي 7 أمتار أسامة رميكي في التسديد. يتصدى إذا حمزة بالريش، ممتاز حمزة بالريش. هذا التصدي الثاني على التوالي لحمزة بالريش يفسخ هدف محقق. وفما الديف والباس زاد الباس هي اللي التمريرة الحاسمة هي اللي أعطت كل شيء، لكن قلت التمركز في الوقت. تكمل الكرة، يتصدى المرة هذه الحارس ثالث مرة على التوالي. إذا المرة هذه يتصدى لكرة محمد علي البحري. تصدي من حمزة بالليش يعني هو الحارس رقم 3 في النادي بالنسبة تيرو مارش بالنسبة لريان زريات الأخرانية. هذا هو المطلوب، هذا هو التحليل بتاعنا إلى حد الآن. 14-14 في 24 دقيقة. لا حاب يجاوب على الثبات كذلك أسامة الرميكي، لكن يتصدى حمزة بالريش. فما ريان آخر مازال على البنك ما شفناش، كذلك كل ما يدخل يخلق الإضافة. ريان الأسبوعي رقم 17 كذلك ممتاز في صفوف النجم الرياضي الساحلي اللي إلى حد الآن الوليد بن رمضان قاعد يعول تقريبا على نفع ل أسامة الرميكي. كالعادة المرة هذه أسامة الرميكي عليه محاصرة لاصقة، أمين بالأخضر يحاول المباختة. هنا تصدي خامس تصدي لبريش. فوالا إذا كان نحكيه على التصديات أمامنا تصدي لبريش ووقت مستقبل. الكرات الحاسمة الكل خرجت تقريبا من يديه ويسجل 7 هدف ليه ريان زريات. محاولة العودة بسرعة، تكمل الكرة من معز أبو بكر مقطوعة. أول هجمة مرتدة للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة من محمد علي. يعني في 44 دقيقة 46 هدف، يعني نسبة تهديف طيبة في هذه المباراة. معاذ العياري يحاول المباغتة رغم وجود الدفاع وخاصة عملية التقاطعات. معاذ العياري يحاول ربما التصويب. 7 أمتار واستبعاد بدقيقتين يبدو لي النجم يحافظ على اللقاء الأسبقية وممكن يعمق الفارق. أسامة الرميكي يبحث عن المساندة من رامي حميم ويربح 7 أمتار كالعادة مع عتيق رامي. لكن فما دخول في المنطقة وترجع الهجمة المرتدة. حكيت على قلة الهجمات المرتدة وفما هجمة مرتدة. محمد أمين بالأخضر ضايع الكرة، ضيع الهجمة إذن. ومرة أخرى إذن النجم الرياضي الساحلي أمامنا